الوطن حيث تشعر بالأمان، حيث تشعر بالاستقرار، هذا الوطن. لكن يعني رغم أنه الآن أكو تحسن بالوطن، أكو نوع من الأمان، يعني الوضع قليلاً أفضل، لكن يبقى الخوف ملازم. ربما كل اللي شفناه بالسنوات الماضية هو اللي يجعل الخوف ملازم. أنا شخصياً رحت قبل فترة لبغداد، ما قدرت أبقى غير شهرين، يعني أقل شهرين، ما قدرت، يعني رمضان ما قدرت أكمله، ما شعرت براحة على الإطلاق. الوطن المكان اللي تشعر به بالراحة. الإمام علي عليه السلام يقول الفقر في الوطن غربة، يعني هو مو آي بس إنه مجارى لهذا القول البليغ. أنا أقول الأمان، فقدان الأمان بالوطن هو غربة، فقدان الأمان بالوطن هو غربة. كل الذكريات أي مكان تكون بي ما راح تسوي ذكريات أو ما راح تتجمع بذاكرتك أشياء تفاصيل صغيرة مثل ما بالوطن. الوطن تختلف، أهلك، أصدقائك، ناسك. يعني أنا مثلاً أفتقد مكتبتي اللي 3 مرات اتفرهدت مثل ما يقولون، يعني راحت 3 مرات نهجر، فإيش بقى من المكتبة؟ كل شيء ما بقى منه. يعني هذه يعني أنت هنا ما قدرت أسوي مكتبة، لأنه أنا أعرف يعني من 8 سنوات أنا هنا وقبلها 2 سنين، لكنه أنا أعرف جدا أنه يعني متأكدة ومتيقنة أنه أنا ما باقية للنهاية، بس هذا العمر بيد الله، ربما أموت هنا ما أدري. لكنه ما فكرت أسوي مكتبة، اضطريت جبرت نفسي أقرأ عن الحاسبة، يعني بهاي الطريقة. مو الكتاب تستمتع بيه، يعني الورق، يعني الإشارة اللي تخليها، هذه كلها الآن انفقدت، ما موجودة. فبالتالي يعني أنت الوطن كل الأشياء الجميلة اللي صارت بحياتك الماضية، سنوات عمرك الماضية، يعني أيام الدراسة بالثانوية، أيام الدراسة بالجامعة، أيام يعني أيام العمل، الضغوط اللي صارت، يعني هاي كلها أشياء بحلوها ومرها هي شكلت ذاكرتنا. ولما نكتب نستعيد بعض الأحداث أو بعض الكلمات. النجف مدينة لا تنظر لها الآن، الآن لا تنظر، يعني أنا أحكي لك عن النجف قبل. النجف مدينة منفتحة برغم الطابع الديني في المدينة، إلا أنه النجف مدني، ناسها مدنيين. أنا حتى نهاية الثانوية، يعني أنا تخرجت من الثانوية من النجف، تشكلت في النجف، وعي، لغتي، إمكانياتي الأدبية، هذا النهم للقراءة. ما تلقي بيت يخلو منه، ما تلقي بيت يخلو من مكتبة وإن كانت صغيرة. يعني أنا أتذكر النجف، يعني أنا قرأت صحيح البخاري بالسادس ابتدائي، ومن أكملته والدي الله يرحمه جاب لي هدية أساور ذهب. بالسنة الثانية قريت صحيح مسلم، طبعا هذا قبلها القرآن بالتأكيد. أي نعم ما كنت أحفظ ولا أفهم، وأنا لحد الآن بعض الآيات أفهمها فهم آخر عما فهمتها قبل. بالنجف شكلت كل
ملامح شخصيتي حتى وأنا لا أعلم. دليل أنا درست دراسة علمية مو أدبي، لكنني اتجهت إلى الأدب والصحف. يعني أنا خريجة علوم رياضيات، وهي قليل يعرفوها، لكنه أنا يعني أنا أزعم أنني من الصحفيات المتفوقات في مجال الخبر والتحقيق، وهذه ما تنجمع عند اثنين. يعني يمكن لأنه أيضا بعد الثانوية وجودي ببغداد وعملي وأنا طالبة بالجامعة في الجمهورية هو اللي أضاف خبرات أخرى لما عندي من معلومات. يعني القراءة مو بس توسع مداركك، وإنما تفتح لك آفاق أخرى. قراءة القرآن تخليك تجترح كلمات غيرك ما مستعملها. فهذه كلها أنا دربت على يد أساتذة حقيقة، يعني أساتذة كبار بالجمهوري، يعني الله يرحمه هادي الأنصاري سكرتير التحرير، نحن ما كان عندنا مدير تحرير، اللي هو يقوم مهام مدير تحريره، رجل لطيف وألمعي ويعني سريع النكتة سريع البديهية، هيك ناس أنت تتعامل وياهم يخلوك تتعلم. سهيل سامي نادر الله يحفظه، سهيل سامي نادر أنا أول مرة أكتب خبر رجع لي 3 مرات سهيل سامي نادر، بالمرة الثالثة يلا قبله، وهذه اللي علمتني أكتب خبر متوازن. أذكر الكثير لأنه ما بقى غير الذاكرة. الشارع عادي، شارع كأي شارع في مدينة محترمة، يعني أي نعم نحن كنا نلبس الحجاب الكامل اللي هي العباية وال يعني محتشم، لكن بالجانب الآخر أنه إحنا كنا مهتمين مو بس بالدراسة، لأنه كانت الدراسة شيء والعطلة الصيفية اللي شيء آخر، اللي هو أنه قد أنت تثقف نفسك بدون أن تعي، لأن تشوف الآخرين قدامك يجي دي يسوون. أنا أقول لك أنا بنت النجف تمام، مولودة بالنجف أنا، بس ما تصدق إذا أقول لك أنه أنا عرفت الإمام علي من معلمتي المسيحية في 5 الابتدائي، وهذه ما أقدر أنساها. درستنا بالتاريخ معلمة مسيحية كان اسمها وداد حنة، بالعطلة مال نص السنة امتحنا، يعني قبل الامتحان مال يعني هذه الامتحانات، قالت بعد العطلة أريد كل طالبة بالصف تجيب لي تقرير عن شخصية إسلامية. طبعاً بالخامس ابتدائي بوقت احنا كنا ندرس التاريخ الإسلامي، شخصية إسلامية زين، يعني تتصور واحد بالخامس ابتدائي مطلوب منه يكتب تقرير. كانت وداد حنة دقيقة انه تريد 3 صفحات أو 4. طبعاً احنا امتحنا وكملنا وخلص بدأت العطلة، فأنا قلت لوالدتي الله يرحمها انه هاي شلون ما تكتبي لي انت هاي ايش مدريني، يعني بهاي الطريقه انه انا اريد اتملص من الشغله. والدتي رفضت ان تساعدني، رفضت، قالت اساعدك بشيء واحد، انطيك كتابين اقريهم وقعدي اكتبي. رحت على صديقتنا بنت صديقه امي، كانت طالبة بمعهد المعلمات، نفس الكلام. صرت وين أني أمام الأمر الواقع، انطوني كتابين لحد الآن أتذكر واحد منهم بالضبط اسمه الإمام علي من المهدي إلى اللحد للعلامة الزهيري، ما أذكر اسمه الأول بس اللقب مالته كان بالنسبة لي
يعني علاقة بذاكرتي. المهم قريته، اجيت يعني شفت منها اقدر انقل منها صراحة، وسويت تقرير يبدو الآن بالمعايير اللي بعدين من افتهمت انه هذا مو مرتب، يعني مبين، لكن هي المدرسة طبعا هذه الاضطرار لانه اقرا الكتاب كله واشوف شنو اللي استفاد منه، هي هاي اللي عرفتني على الإمام علي، مو زيارة المرقد اللي كنا يعني مرات كانت والدتي في كثير من الأحيان تأخذنا وياها، لا الكتاب، الكتاب هو اللي عرفني شنو يعني الإمام علي، شنو هو. فسوينا التقرير وهذا. المرحلة بالثانوية لا اختلف الأمر، كان المدرسات يعني أكثر حزماً، لكن أيضاً كانت هذا النظام مال أنه الطالب يكتب بمواد معينة تقارير، سواء كانت بالجانب الأدبي يعني الإنساني أو بالجانب العلمي، فكان يعلموك هذه النجف، مو النجف الآن لطم حقيقة، أي نعم كان أكو لطم، مو مكان كان موجود، لكن مو بهذه الشدة وهذا المشي اليومي. هذا شنو؟ أنا حقيقة أنا مثلي واللي بعمري يستغربه لسبب جدا بسيط، إحنا ما كنا نعرف من خلال النجف يعني كمدينة، وهي اللي يعني خلي لأنه مقر المرجعية والحوزة العلمية من أول، ما كنا نعرف غير يومين بالسنة أكو مشي، واليومين اللي أكو مشي مسببة، يعني المشي الأربعين الحسين والمشي في استشهاد وفاة الإمام الكاظم، واحدة بالنجف واحدة ببغداد كانت فقط لا غير. أما الآن فتلقي 15 شعبان مشي، يعني ال 21 رمضان اللي استشهاد الإمام علي مشي، غيره مشي، الأربعين مشي، يعني وفاة النبي اللي اللي يعني يوم 28 صفر مشي، هذا كله فشي غريب طبعا. النجف يمكن تستغرب إذا أقول لك فتشي، النجف تشبه الموصل من ناحية الاجتماعية. أنت قبل أنا أحكي، أنا هسه ما أحكي لأن أنا طلعت من الثانوية تحولنا لبغداد من قبل بالجامعة. النجف قبل وإلى يعني خلينا نقول الثمانينات، قبل النزوح اللي يجي من مدن العراق اللي كانت تحت تأثير الحرب العراقية الإيرانية. أنت جرب في تلك النجف، يجرب الإنسان أنه في مكان يسأل وين بيت فلان الفلاني، حتى لو كان بالشارع، حتى لو أنت بالصدفة واقف يمه، لا أحد يدليك، ما حد يدليك ويقول لك هذا البيت إذا كنت غريب. ها لأنه يعني هم عندهم احترازات أمنية من داخلهم، يعني بعدين هذا التزاور سواء برمضان سواء بالأيام الاعتيادية، يعني ممكن تستغرب أكثر مدينة شفت بيها قبولات نسوان هي النجف، يعني هذه الجمعة النسائية الأسبوعية كل مرة في بيت كانت تتم طريقة راقية جدا، بل كان يقال إنه الموضة من باريس إلى حنون، في منطقة بالنجف اسمها حنون، هي منطقة شعبية تعبانة
فتصور من باريس إلى حنون، يعني باللحظة تنتقل. طبعا النجف يعني بيها أشياء تراد لها مو حلقة، يعني السراديب مثل المقبرة اللي هي أقدم مقبرة بالعالم، كل هذه الأشياء إضافة إلى المرقد توسعات، إضافة إلى الأحداث اللي كانت، يعني كانت النجف لها دور فعال بيها، أبرزها أحداث 56 اللي هي مال العدوان الثلاثي على مصر، واحدة من أهم ما دار، وقبلها ما حدث بال 1918. فالنجف مدينة تمور اجتماعيا ثقافيا دينيا وأدبيا بكل المعايير، مدينة تختلف عن كثير من المدن. أما الآن فأني يعني أشوف ناس، أشوف من النجف، ألتقي بيهم، يخابروني، أخابرهم كذا، أقاربي، أصدقاء قدامى، ما ألقى. هم يقولون النجف ما عادت النجف. يمكن أفاجئك، ولا مرة طلعت من بغداد حسيت دا أودع، كان دائما عندي شعور بالعودة، راح أرجع. قبلوا ما قبلوا أني رضيتهم ما رضيت راجعة، لكن أكيد تبقى الأعظمية للأعظمية. هاي أيضا يبدو لي الآن يصورها مفارقة، بالعكس هي مسألة يعني طبيعية، يعني أنا من النجف إلى الأعظمية بالضبط، يعني بدون فاصل بين الاثنين، بس تبقى الأعظمية لا أشعر بيها أحس أنه ودعتها لسبب جدا بسيط. اضطرينا يعني نطلع من بال 2006-2007، اضطرينا نطلع منها 2006 تحديدا. العظمية جميلة، العظمية حتى اجتماعيا جميلة جدا. وأيضا ما أقدر أقول لك الآن لأنه صايرة البيوت كانتونات 50 متر 50 متر، فأنت قبل كل الجوارين تعرفها، واللي أبعد منك أيضا تعرفهم، كلهم تعرفهم، تعرف هاي بيت فلان، هاي بيت علان، هذا كذا هذا كذا، هاي بناتك وياك كانوا بالجامعة، هاي وياكم بالمدرسة، هاي أصدقاء الولد، هذه يعني هذا التداخل الاجتماعي أنا أحس الآن ما موجود حتى بالمناطق الشعبية. أنا أؤمن الوطن ما يلفظ أبنائه، لكن القائمين في بعض الأحيان أو شغلات تمارس ضدك تخليك تبتعد، يعني هذا الابتعاد أنا أعتقد مؤقت. مصيري أرجع لبغداد، صحيح أنا أروح لفترات متباعدة لبغداد، بس يعني تبقى بغداد، يعني بغداد فشي مهم بالنسبة لك. طبعا بالروح وبالدم وبالصور بالذكريات، يعني تشوف أماكن. أنا هيشي كنت يعني صار لي فترة مرايحة، 3 سنوات كنت مرايحة، فصدفة أنه رحت لكرادة الداخل بالضبط، رحت المقهى رضا علوان، كان في أصدقاء حتى نلتقي هناك، وبالشارع مال الكرادة داخل أقول هذا المحل وين صار؟ مو كان هناك محل؟ هذا مو فلان شيء، وينه؟ فأخويا كان يقول لي إنه هاي تغييرات، وإنه صارت عمارات وصارت كذا وازدادت يعني العمارات، هي من أول شارع تجاري. يعني أنا هنا ما أقدر، يعني بعمان ما أقدر من أفوت بشارع أنتبه كل زين وأعرف إنه هنا كان أكو فد شيء وتغير.
بس انت بحكم انه انت مدينه بنت بيك هاي الذكريات زرع، يعني هذه كانت يوميه تقريبا اسبوعيه شهريه بس تراكمت. افتقد اللمه لان انا وحدي هنا. اي نعم عندي اصدقاء وصديقات وبيوتهم مثل بيتي بالضبط يعني، بس تفتقد هاي اللمه بالافطار برمضان حقيقه، تفتقدها انه الواحد يفطر وحده. اكو اشياء ما تقدر تاكلها وحدك مثل الدولمه، دولمه إلا لما السمك نفس الشيء، وإلا بهاي الطريقة مع المزقوف العراقي. تمام لو مو تمام؟ طيب أنا يعني أنا يمكن واحد يستغرب، أنا البامية ما أعرف أكلها إلا باللمة، يعني إذا مو هيجي ولمة وما أدري إيش أحس البامية مو بامية، مو بامية. بس أكثر شيء الدولمة والسمك هم اللي ما ممكن، اللي ممكن فعلا تاكلهم وحدك. يعني انت مو بس تفتقد اللمة، تفتقد هاي اللي الصبح احد يقول لك صباح الخير، من تطلع يعني هذه هواية، يعني تفتقد حياة كاملة. أنا أفخر أني عراقية حقيقة. العراق يعني لم يكن من 20 عام ولا من 100 عام، العراق عمره 7000 عام. هاي 7000 عام أظهرت حضارات كثيرة. يكفي أن العراق هو اللي علم البشرية الكتابة، علمها الأبجدية، صنع العجلة، يكفي العراق هذا. فالعراق يعني شيء كبير. الآن إذا الآخرين يتصورون إنه العراق راح انتهى، العراق يمرض. لكن لا يموت، لكن لا يموت. طبعا عندي وطن. أنا لا أستطيع أن أنكر أنني عراقية وإنني أنتمي إلى العراق، ترابه وماء وسماء بالتأكيد. يعني تقول لي العراق شنو؟ أقول لك يمكن أكثر من أمي وأبوي. لا مو يمكن، وإنما حقيقة أكثر من أمي وأبوي. العراق هذا الضارب في عمق التاريخ يمرض، تجي عليه فترات ينتكس لكن ما يموت. العراق باقي، وبالتالي أنا عراقية إذا أنا عندي وطن. أنا عراقية إذا أنا عندي وطن.